هل صحيح أن من ترك السنة لا يعاقب عليها، خاصة إذا كان إماما للمسجد؟ لأنني عندما نصحته بترك البدعة التي يعملها أحيانا يقول بدعة حسنة، وأحيانا يقول لن يعاقبني الله على ترك السنة. أما البدعة ليس هناك بدعة حسنة، بل كل البدع محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الذي يقول هناك بدعة حسنة مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة وأنها في النار، وهذا يقول لا، هناك بدعة حسنة، فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس في البدع شيء حسن، بل كلها ضلالات والعياذ بالله. وأما ترك السنة إذا كان المراد به المستحب فلا بأس، المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن يكون فعله أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان ذلكم حال إمامنا، هل تجوز الصلاة خلفه؟ إذا كانت بدعته مكفرة كدعاء غير الله والاستغاثة بالموتى فهذا كافر مشرك، لا تصح الصلاة خلفه. أو كان يقول بمقالات الكفر كمقالة الجهمية ومقالات المكفرة فإن هذا لا يصلى خلفه. أما إذا كان بدعته دون ذلك هي من البدع المحرمة لكن لا تصل إلى الكفر، فهذا يعتبر فاعلا لمحرم، تصح الصلاة خلفه، ولكن ينبغي أن يختار للإمامة من هو مستقيم على السنة ومتجنب للبدع بجميع أنواعها.